البداية من باكستان، حيث تواصلت في مدينة كراتشي الاحتجاجات ضد الحكومة بعد قرارها رفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال 10 أيام بنسبة بلغت 37%. وأرجعت الحكومة سبب الإجراء لارتفاع أسعار النفط العالمية، وقالت إنه أحد شروط صندوق النقد الدولي للموافقة على إقراض البلاد. وبموجب القرار ارتفع سعر لتر الوقود إلى 210 روبيات، أي ما يعادل نحو $1.05. هذا ويعتزم موظفون من القطاع العام الاعتصام خارج وزارة المالية في إسلام أباد غدا الاثنين للمطالبة برفع رواتبهم بسبب الزيادة غير المسبوقة في أسعار الوقود والكهرباء. قالت شركة فيتور الهولندية العالمية لتجارة النفط أن الولايات المتحدة قد تسمح بتدفق المزيد من النفط الإيراني للأسواق العالمية حتى إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق بشأن البرنامج النووي. ونقلت وكالة بلومبرغ عن أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تغض الطرف عن تدفق النفط الإيراني الخاضع للعقوبات. وأضافت أن هذه الخطوة تستهدف الحد من أسعار الوقود المرتفعة محليا قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 22 نوفمبر المقبل. وزادت إيران صادراتها من النفط الخام هذا العام التي تتجه معظمها نحو الصين. وتظهر بيانات منظمة أوبك أن صادرات إيران النفطية بلغت العام الماضي نحو 400,000 برميل يوميا، بينما بلغت صادراتها من المشتقات البترولية 280,000 برميل يوميا. أكد مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق أن قانون النفط والغاز في الإقليم ما زال ساريا، وبهذا يرفض المجلس حكما أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في شباط فبراير يقضي بعدم دستورية قانون كردستان الذي ينظم قطاع النفط والغاز. وقال مجلس القضاء في الإقليم في بيان إن إجراءات حكومة كردستان تتوافق مع الدستور العراقي في آب أغسطس من عام 2005. وأشار إلى أن الحقول العاملة حاليا في الإقليم بدأت إنتاجها التجاري بعد هذا التاريخ، وأوضح أن ذلك يعني أنه لا تنطبق عليها المادة التي تمنح الحكومة الاتحادية الحق في إدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول القائمة آنذاك مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة. قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن باريس تجري محادثات مع الإمارات لتعويض النقص في إمدادات النفط الروسية. وقال إن بلاده تبحث عن دول توفر إمدادات الغاز والديزل بدلا من روسيا، وإن الإمارات على سبيل المثال هي إحداها مؤقتا. وشكل النفط الروسي في عام 2020 9% من إجمالي مستوردات فرنسا من النفط الخام، لكن التحدي الذي تواجهه باريس هو اعتمادها بشكل كبير على استيراد الديزل من روسيا، إذ يمثل ربع مستوردات البلاد من هذا الوقود. كانت فرنسا استوردت 100,000 برميل من الديزل الروسي في عام 2020، في حين تعتمد أساسا على استيراد النفط من دول عدة في مقدمتها كازاخستان والسعودية ونيجيريا. ذكرت صحيفة ديفليت الألمانية نقلا عن مسؤولين في قطاع الطاقة الألماني أن قطع الغاز الروسي سيكلف البلاد 5 مليارات يورو إضافية سنويا لدفع ثمن الغاز البديل. وأضافت الصحيفة الأسبوعية أن وزير الاقتصاد روبرت هايبك يقدر حاجة ألمانيا من الغاز ب10 ملايين متر مكعب إضافي يوميا.
وقررت موسكو الشهر الماضي وقف إمداد شركة غاز بروم غرام مانيا الفرع الألماني لغاز بروم الروسية، وذلك بعدما وضعتها برلين تحت الوصاية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال مسؤول قطاع الطاقة إن التكلفة الحالية على الدولة تقدر ب3.5 مليار يورو سنويا، فضلا عن تكاليف ملء منشآت لتخزين الغاز. أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنه وقع اتفاقية اكتتاب سيشتري بموجبها حصة في مجموعة كابيتال بنك الأردنية. بموجب هذه الصفقة التي تجاوزت 185 مليون دولار، سيستحوذ الصندوق على قرابة 24% من أسهم المجموعة. وقال الصندوق الحكومي السعودي إن هذا التوسع يشمل أعمال شركة كابيتال للاستثمارات الذراع الاستثمارية للمجموعة. وتعد مجموعة كابيتال بنك الأردنية من أكبر البنوك العاملة في الأردن والعراق ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام اقتصاد المنتصف، في أمان الله.